السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بكلمكم عن موضوع اسمه غريب شوية، اسمه الهايبوتالاموس، وهو طبعا مجموعة خلايا في الدماغ العاطفي. أنا حاولت أكتب ترجمة بس مش مظبطة شوية مع الصوت. الهايبوتالاموس هو خلايا في الدماغ العاطفي بتؤثر في إفراز جميع الهرمونات، بتتحكم في الرغبة الجنسية وفي النوم وفي درجة حرارة الجسم وحركة الخلايا وعلى الطاقة والنشاط بتاعة الجسم. الضوء هو اللي بيؤثر على الدماغ العاطفي. لما الضوء بيجي في عيننا مثلا الصبح بنصحى وبتتنشط الهايبوتالاموس وبيأثر على إفراز الهرمونات، بيتحكم في مزاجنا وبيتحكم في شهيتنا وبيتحكم في ميولنا للتجديد وللاستكشاف، بيتحكم في حاجات كتير جدا، وهو نعمة كبيرة جدا من ربنا لازم نحافظ عليها ولازم نستغلها بشكل جيد. الضوء بيأثر بشكل مباشر على الدماغ العاطفي، والدماغ العاطفي جزء منه اسمه الهايبوتالاموس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. لازم نشكر ربنا على نعمة الضوء دي وعلى نعمة الدماغ العاطفي، لأنها بتؤثر على وظائفنا الحيوية. وأتمنى ان احنا نتذكر دايما نعم ربنا ونشكره عليها، وياريت